السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سامر البقشي. حبيت أقول لكم يا شباب انتبهوا، يعني أرجوكم تركوا مسافة بينكم وبين السيارة اللي قدامكم. تخيلوا يا شباب ثمن سيارات، حوادث، سيارة تصقع سيارة. شوفوا هذا حادث هنا قدام، شوف تقريبا، شوفوا من هنا من هناك، شوف السيارات الواقفة ايش كثر. هذا واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، بس ورا هناك. شو السبب الحادث؟ بكل بساطة عدم ترك مسافة بينك وبين اللي أمامك. فأرجوكم يا شباب يعني اترك مسافة بينك وبين اللي قدامك، ومفروض المرور يعطي مخالفة لأي شخص ما يترك مسافة فعلية بينه وبين اللي قدامه. يكون مفروض يصير في حد معين، إذا شاف شرط المرور إن ما في ترك مسافة بين السيارتين يعطي مخالفة للي في الخلف، ليش ما تترك مسافة قدامك؟ وبهالشكل ما يصير في حوادث. انما اذا انك ما تترك مسافة قدامك وما تتقيد بالسرعة، هذا الشيء طبيعي اللي يصير. والله العظيم عوار قلب، يعني شوف السيارات تكسرت ايش كثر قدام عيني، يعني صار شيء يوجع القلب يا شباب. الله يعطيكم العافية، ولا تنسى تترك مسافة بينك وبين اللي قدامك وتتركد وتمشي على السرعة القانونية، والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.